تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. يأتي ذلك بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات. المزيد من التفاصيل يستعرضها لنا زميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل ملف المساعدات الإغاثية المختلفة التي تدخل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. تتحرك المساعدات من معبر رفح المصري متجهة لمعبر كرم أبو سالم، وأيضا تتسلمها الأمم المتحدة ويتم توزيعها على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. لكن قوات الاحتلال تتعنت وفي بعض الأحيان تمنع دخول المساعدات الإغاثية من معبر كرم أبو سالم أو تعرقل دخولها بعدد من الحجج المختلفة. حتى هذه اللحظة ربما يعني خلال الأسبوع الماضي دخل ما يقرب من 100 ل 120 شاحنة تقريبا من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى الناحية الأخرى، لكن ما تم تفريغه بالفعل في معبر كرم أبو سالم ما يقرب من 50 شاحنة، وحسب الأونروا ما يقرب من 30 شاحنة فقط تم توزيعهم على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وتعرقل قوات الاحتلال الأونروا أيضا من تنفيذ مهامها داخل قطاع غزة بعدد من الحجج المختلفة، ما أدى إلى وصول شمال قطاع غزة إلى حافة المجاعة تقريبا، وأيضا تكدس المواد الغذائية المختلفة والمستلزمات الطبية في معبر كرم أبو سالم ومنع قوات الاحتلال توزيع هذه المساعدات، أدى أيضا إلى ارتفاع يعني حصيلة شهداء الجوع في شمال قطاع غزة. لكن هذا لا يمنع المجهودات المصرية المختلفة لإدخال المساعدات من أمام بوابة معبر رفح المصرية، تجهيز هذه الشاحنات وأيضا الحفاظ عليها في الأماكن اللوجستية المختلفة داخل مدينة العريش ورفح. يأتي هذا بالتزامن مع استمرار للقصف المستمر على الأماكن الآمنة وتحديدا في رفح الفلسطينية. وفي نفس الوقت أيضا ما زال هناك يعني أحاديث مختلفة عن محاولات للوصول لوقف إطلاق نار، لكن كعادتها قوات الاحتلال تستمر في منهج الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، إما بالقصف المستمر واستهداف المدنيين حتى في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وفي نفس الوقت منع وصول الأغذية والمستلزمات الطبية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، إلا بعض يعني شاحنات الوقود التي تدخل ربما يوما بعد يوم. واليوم أيضا دخلت بعض شاحنات الوقود ولكن لم تفرغ حمولاتها حتى الآن داخل الناحية الأخرى، أو لم تتسلمها الأمم المتحدة حتى هذه اللحظة. هذه هي صورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم مرة.